الحقيقه بجمله بقى الحرايق اقول لكم بالبره كده سريعا. النهارده في مصر بقى كان في حريقه. انا ليه بقول ده؟ لانه انا شخصيا المبنى ده انا بحبه جدا يعني، واللي هو مبنى الاذاعه القديم في شارع البورصه، يقول لك في شارع في المنطقه بتاعت الشريفين في وسط البلد يعني، ياما كنا بنروح كتير. هذا المبنى مبنى عريق يعني، ومبنى مهم جدا. فالنهارده يعني كان في الصبح حريقه هناك، بس قوات الحمايه المدنيه قدرت تسيطر عليه قبل ما ينتشر في باقي مكاتب المبنى. وطبعا الأجهزة المعنية فحصت البلاغ بتاع الحريقة دي عشان تعرفوا ايه سبب الحريق، واذا كان في شبهة جنائية وراء اللي حصل ولا لا. ويعني هنشوف، لانه صعب جدا. ده مبنى يعني عند كل حد بيشتغل او اشتغل في يوم ما في مبنى تلفزيون المصري العريق، فبالنسبة له الشريفين، كنا بنقول المبنى الشريفين، احنا كنا بنقول كده، ده بالنسبة له يعني جزء من تاريخه. فإن شاء الله يعني يكون خير وما يكونش الحريقة أثرت على المبنى. طيب، من ضمن تأثيرات ارتفاع حرارة الجو والكهرباء اللي بتقطع علشان تخفيف الأحمال، حصل بقى موقف كده صعب شوية أو صعب كتير لمواطن جوه أسانسير في أحد الأبراج السكنية في شارع ترسة في الهرم. الكهرباء قطعت على الراجل وهو جوه الأسانسير، اتحجز جوه لوحده لغاية ما جت قوات الحماية المدنية وقدرت إنها تنقذه. برضه نفس الموقف حصل في شبين الكوم في المنوفية، لما القوات بتاعت الحماية المدنية أنقذت مواطن تاني بعد برضه ما تعطل بيه الأسانسير في العمارة اللي هو ساكن فيها. برضه تقريبا كان على رأس الساعة، احنا قايلين بقى على رأس الساعة، قبل وبعد رأس الساعة على طول بدقائق ناخد بالنا وبلاش نركب أسانسيرات. طيب،